بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله تعالى، إنه يتقبل منا الجميع الصلاة والصيام والصالح الأعمال، ويجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا، ويتقبل من الجميع إن شاء الله تعالى، ويزيح هذه الغمة والجائحة عن الجميع إن شاء الله تعالى، ويرفع البلاء، ويتقبل من زميلتنا الدكتورة مها الدباغ، طبعا هذه البادرة برعاية الجمعية السعودية لأمراض صدرية الأطفال، كبادرة وفاء لرحمة الدكتورة مها الله يرحمها. لقاءنا إن شاء الله اليوم حيكون يعني معنا عدد من الزملاء المميزين في المملكة، يعطي كل واحد منا مقتطفات عن مرض التليف الكيسي. حبدأ أنا إن شاء الله تعالى أتكلم استعراض عن المرض بشكل عام، ومعنا اليوم دكتور ناصر الحربي استشاري صدرية الأطفال في جامعة الملك سعود في الرياض، ومعنا أيضا دكتورة منى البلوي استشارية صدرية الأطفال في مستشفى قوى الأمن في الرياض، وأيضا معنا الأستاذة شريفة العسيري مسؤولة التضامن الأسري مع مرضى التليف الكيسي في الجمعية. سنعطي بادرة إن شاء الله ومقتطفات عن المرض حتى لا نطيل عليكم، ونتيح مجال كافي للجميع المشاركة والأسئلة والنقاش. أنا حبدأ بإذن الله تعالى مقتطفات واختصار عن مرض التليف الكيسي، باعتبار أن هذا مرض من الأمراض التي يمكن ما تلقى الاهتمام الكافي ولا الوعي الكافي في المملكة، في كثير من الدول للأسف بما فيها الدول المتقدمة. طبعا هذا المرض مرض جيني ينتقل عن طريق الجينات، وفي العادة يكون أحد الطفرات قادمة من الأب وأحد قادمة من الأم، وفرص أنه يكون الطفل مصاب في كل حمل تقريبا 1 من 4 أو 25%، وهذا مرض يصيب قناة التي تنقل عنصر الكلور من داخل الخلية إلى الخارج. طبعا الكلور إذا ما انتقل إلى تجويف الغدد والتجاويف في الجسم، لا يتبعها الأملاح الصوديوم ولا السوائل، فالنتيجة تكون أن الإفرازات وداخل الغدد تكون جافة، ولا يتمكن الجسم من التخلص من الإفرازات، ويكون المخاط كثيف وصعب التخلص منه، وهذا الأساس اللي يسبب المشاكل في مرضى التليف الكيسي، بحيث أنه لا يمكن التخلص من الإفرازات، وتكون المخاط كثيف ولزج أكثر من الطبيعي، وهذا يؤدي إلى تكاثر الجراثيم وعدة أنواع من البكتيريا في البلغم، ومع الوقت هذا يؤدي إلى ردة فعل مناعية ونشاط في جهاز مناعة الجسم للتخلص من هذه الجراثيم والالتهابات، وهذا يؤدي إلى تلف في الأنسجة. طبعا الأعضاء اللي يصيبها المرض بشكل رئيسي هي الأعضاء التي يتوفر فيها هذه القناة أو الناقل للأملاح، بشكل رئيسي تكون في الجهاز التنفسي سواء في الرئتين أو في تجاويف الأنف والجيوب الأنفية، لكن أيضا تصيب الكبد والقنوات الصفراوية وقنوات البنكرياس، لكن أيضا هناك أعضاء أخرى يمكن يصيبها المرض مثل الكلى، وأيضا القنوات الجهاز التناسلي ما يؤدي إلى العقم. فهذا مرض بشكل رئيسي يصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والبنكرياس، لكن يصيب عدة أعضاء ثانية أخرى في الجسم، وهذا السبب اللي يؤدي إلى تلف أو هبوط في وظائف الأعضاء
ليستمر مع الوقت، وإذا لم يتم علاجه يؤدي إلى 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 فشل كامل في بعض الأعضاء مثل الرئة والكبد عند بعض المرضى. طبعا السبب الرئيسي للوفاة والتلف هو الفشل الرئوي عند هؤلاء المرضى بسبب الالتهابات وردة الفعل المناعية. حتى الآن طبعا المرض يعني لا زال يعتمد على علاج الأعراض الموجودة بشكل رئيسي، كالتخلص من البلغم وتذويب البلغم وتوسيع القصبات الهوائية والمضادات الحيوية للتخلص من الجراثيم الموجودة في القصبات الهوائية ومضادات الالتهاب، بالإضافة إلى أدوية لتعوض العسر الهضم كالأنزيمات والفيتامينات إلى آخره. لكن وهناك طبعا أدوية سيتم الدكتور ناصر الحربي سيتحدث بعد قليل عن العلاجات المتوفرة، لكن هذا المرض مزمن، وهذا يعني يحتاج من الأهالي والمرضى أن يفهموا هذا الشيء، أنه هذا مرض ليس له علاج يقضي على المرض، عبارة عن هذا مرض مزمن. يعني احنا لا نريد ان نكون متشائمين، هذا المرض اذا تم علاجه بشكل جيد ومبكر وتم تشخيصه في مرحله مبكره، طبعا الان في الدول المتقدمه اصبحت الحياه المتوقعه او متوسط الحياه عند مرضى التليف الكيسي اصبح الان يصل في الأربعينات أو الخمسينات حتى، وبعض المرضى يصل الستين وسبعين سنة، وبعضهم يمارس الرياضة والنشاط الطبيعي. لكن المشكلة إذا لم يتم علاجه بشكل جيد وتأخرت تأخر التشخيص والعلاج، يعني للأسف نجد بعض المرضى يصلون بعد أن يعني صار تلف في بعض الأنسجة وصارت الالتهابات قوية ووظائف الأعضاء سواء الرئتين أو الهضم أصبحت يعني متقدمة، طبعا وقتها يعني دور الأدوية يكون أقل لا شك. يعني لذلك حنا دورنا بشكل عام هو محاولة التشخيص المبكر والعلاج المبكر والعلاج الوقائي وتجنب الالتهابات الشديدة التي تؤدي إلى التلف الأنسجة بقدر المستطاع، بحيث أن المريض يحيا حياة طبيعية بقدر المستطاع. ف يعني دورنا بزيادة التوعية هو معرفة المرض وكيفية انتشاره، وأيضا الأعراض الموجودة عند هؤلاء المرضى وكيفية العلاج والتقدم الموجود في العلاج. بحيث وطبعا الآن حتى أصبح هناك يعني أصبحت في بعض الدول المتقدمة أصبحت تدخل ضمن الفحص اللي عند الولادة اللي هي تشخيص في بداية العمر، لا ننتظر لأن يصل عمر المريض إلى عدة سنوات للتشخيص، بحيث أنه يكون مشخص في بداية العمر ويتم التدخل الوقائي في بداية العمر لتجنب التلف المبكر للأنسجة. فاحنا دورنا كبير لا شك يعني، وهناك يعني ان شاء الله تعالى في تقدم في العلاج وتقدم في الأدوية الموجودة، لكن نتمنى انه يعني انه يصل هذا الوعي عند زملائنا الأطباء اللي يعالجوا هذا المرض، وأيضا المرضى لا شك يعني عند الأهل لهم دور كبير في هذا الشيء، لأنه الأب والأم اللي يعني هم اللي تولوا علاج الطفل والمتابعة الطفل، وهو جهد وعبء كبير لا شك. يعني الدول المتقدمة يكون عندها سيستم كامل لرعاية هؤلاء المرضى، احنا يعني لازلنا بحاجة إلى التقدم في هذا الباب، لكن إن شاء الله تعالى المستقبل يكون أفضل لمرضانا، يعني بحيث يعني يعني نقلل المضاعفات والتلف المبكر للأنسجة، وتكون الحياة إن شاء الله طبيعية قدر المستطاع لأطول فترة ممكنة. فهذه مقدمة مختصرة. ننتقل إلى الزميلة الدكتورة منى البلوي اللي تتكلم لنا عن تشخيص مرض التليف الكيسي وكيف يتم التشخيص عند هؤلاء المرضى. الله يعطيك العافية دكتور يزن، أحب أمسي عليكم جميعا ومبارك عليكم العشر وكل عام وأنتم بخير بإذن الله.
أشكر الجمعية السعودية إتاحة الفرصة لي للمشاركة في حملة وفاء وبحملة تثقيفية بالنسبة لدكتورة مها الدباغ الله رحمها الله. طبعا راح أتطرق للموضوع بشكل بسيط نستكمل ما ابتدى دكتور يزن. بالنسبة لمرض التليف الكيسي البنكرياسي الرئوي، طرق التشخيص وكيف طرق التشخيص للمرض بالنسبة له، زي ما تطرقنا له من قبل أنه يتم تشخيص المرض التليف الكيسي أو سيستيك فايبروسيس عادة في سن مبكر، وعلى الرغم من أن الأعراض التي تصاحب ليست متماثلة في كل المرضى، يمكن كثير من الأهالي راح يلاحظ ذلك، تختلف من طفل إلى طفل، لكن بالأغلب يوجد صفات مشاركة أو أعراض متشاركة فيهم. يؤثر التليف الكيسي على العديد من الأعضاء والأجهزة مثل ما تطرق له دكتور يزن. التشخيص المبكر لهذا المرض مهم جدا لتقديم العلاج المساعد المناسب للطفل لتحسين الصحة في المستقبل. بالنسبة نتطرق كيفية التشخيص، يوجد سلسلة من الفحوصات يتم إجراءها بشكل شائع لتحديد الخلل خاصة في عمليات الأيض المرتبطة بالتليف الكيسي. أشارككم هذا البرزنتيشن عن طريق كيف يتم التشخيص. اختبار العرق ما نسميه بسويت كلورايد تيست. ما هو اختبار العرق؟ هو اختبار بسيط لا يحتاج تدخل، وخز إبرة غير مؤلم. نقيس اختبار العرق نسبة الملح أو الكلورايد في عرق الشخص، فإذا كان أعلى من النسبة المعتادة التي يشير إليها الجهاز وغالبا 60 وبعض الأجهزة إلى 80، هنا يوجد احتمالية الإصابة في المرض. مثل ما هو موضح لكم، يوجد يوضع مادة محفزة للعرق ثم يقيس نسبة العرق. قد نواجه بعض الصعوبات أحيانا في الأطفال بالأعمار الصغيرة والأحجام أقل من 2 كيلو، لا نستطيع الحصول على كمية العرق المناسبة. هل نكتفي بالتحليل العرق لتشخيص المرض؟ لا، يوجد أيضا تحاليل أخرى. فحص المبكر لحديثي الولادة. عالميا تشخيص المبكر يعني أن يكون بدء العلاج على الفور في المستقبل، بداية العلاج في عمر أصغر يكون أفضل للمريض. لكن نأمل في المستقبل القريب أن يكون تحليل مرض التليف الكيسي البنكرياسي يكون واحد من تحليل التشخيص المبكر في السعودية. المهم اختبار الجينات الوراثية، ما يسمى بفحص الحمض النووي أو الدي إن إيه، للتحقق من وجود عن الإصابة بالتليف الكيسي. يوجد أكثر من 2000 جين مسؤول عن المرض، يختلف في حدته، يختلف في أعراضه من شخص إلى آخر. هذا من ناحية التشخيص، إذا أردنا أن نشخص مرض لديه أعراض اشتبه أنه يحمل مرض التليف الكيسي البنكرياسي. ولكن هناك أيضا تحاليل أخرى قد نستفيد فيها في علاج المرض ويساعد في التشخيص، مثل اختبار وظائف الأعضاء. ضروري نعمل تحاليل وظائف الكلى. لماذا؟ الأملاح، لأنه يوجد خلل في الأملاح بالنسبة للعرق، كما أنه الإفراز العرق حيكون أكثر فحيفقد المريض أملاح منها الصوديوم البوتاسيوم، فضروري أن نعمل وظائف الكلى للتأكد من هذه ولبداية العلاج في عمر مبكر. وظائف الكبد، تحليل عن سوء الامتصاص. في بعض المرضى التليف الكيسي البنكرياسي قد يكون عندهم سوء في الامتصاص وخاصة الدهون، فتجرى بطرق عدة منها انزيمات البنكرياس الهاضمة وإليستيز، غالبا يكون عن طريق البراز. فحص الفيتامينات بشكل دوري، لأن بأنه انزيمات البنكرياس الهاضمة قد تتأثر، امتصاص الفيتامينات أيضا سوف يتأثر. من التحاليل الضرورية للمرضى كتشخيصيا وكسبل علاج، التحليل الجرثومي للبلغم. تختلف السبل، بالعمر الصغير ممكن عن طريق أخذ عينة من البلغم عن طريق الأنف، أو عن طريق مسحة عن طريق الحلق، أو في العمر الأكبر عن طريق السعال، فنسحب العينة البلغم لنتأكد من الجرثومات. كما هو معروف توجد الكثير من الجرثومات التي قد الجراثيم التي قد تكون في الرئة، لكن
أحياناً تكون غير معتادة بعض الجراثيم كجرثومة السيدومونس، وهذه قد تفيدنا في العلاج. أيضاً بالنسبة كما نعلم أنه المرض يصيب أكثر من أعضاء، والعضو الأساسي وهو الرئة يحتاج نعمل أشعة سينية، تصوير طبقي محوري، اختبار وظائف الرئة، وغالباً لمن هم أكبر من 6 سنوات، وتختلف من طفل إلى طفل. بالنسبة للتشخيص، قد يكون المريض تشخيص المريض يعتمد على الأعراض بالإضافة إلى التحاليل المختبرية. ليس كل المرضى البريزنتيشن أو الأعراض التي يظهرون بها نفس الشيء، لكن الأغلب يتصف في صفات وأعراض معينة. أسأل الله لكم الشفاء أجمعين، وممكن ننتقل للدكتور ناصر الحربي للنقطة اللي بعدها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، وعشر مباركات على الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحميكم ويحمي من تحبون إن شاء الله خلال هذه الأزمة. إن شاء الله تعدي على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. الجزء اللي بتحدث عنه هو علاج المرض التليف الكيسي. طبعا مفهوم العلاج في حالة التليف الكيسي هي أوسع من لفظة علاج. هي في الحقيقة الأمر هي رعاية صحية متكاملة. وحينما نقول رعاية معناته أنها مستديمة ومستمرة، وتعتمد على دور مشترك بين مجموعة من الأجهزة الطبية، ليس فقط أطباء الجهاز التنفسي، ولكن مجموعة من الأطباء ومجموعة من الكوادر حتى من غير الأطباء مثل التغذية والعلاج الطبيعي وغيرهم، بالإضافة إلى دور كبير من قبل الأهل. فالموضوع هو موضوع رعاية، وهذا أشمل من موضوع العلاج، وهذا يجب أن يكون ماثل أمام الأهالي، إن لهم دور كبير. وأنا متأكد أن الأهالي جميعاً يعني يتفهمون هذا الدور، ويتفهمون اعتماد المريض خصوصاً في المراحل الأولى من حياته على الأهل بشكل رئيسي. طبعاً زي ما قال الدكتور يزن، وقالت الدكتورة منى، أن هو عبارة عن خلل جيني. وحينما نتكلم عن خلل جيني، فنحن نتكلم عن خلل. هذا الخلل الجيني في النهاية يؤدي إلى خلل في إنتاج أحد البروتينات. فالخلل في النهاية هو خلل يؤدي إلى خلل في وظيفة أحد البروتينات الموجودة في أجزاء مختلفة من الجسم، موجود في الرئتين، موجود في الجهاز الهضمي، موجود في البنكرياس، موجود في الجهاز التناسلي، موجود في الكبد، موجود في مختلف الأجهزة، حتى في الجلد أيضا. فيبدأ التأثر في مجموعة من الأجهزة في الجسم، ولكن حدتها تختلف. فبعض الأجهزة تكون متأثرة بشكل كبير من البداية، مثل البنكرياس وامتصاص الإنزيمات وغيرها يكون متأثر في البداية، وبعضها تتأخر، يعني يكون تأثيرها متأخر في فترات متأخرة من العمر. فأجهزة الجسم المختلفة حساسيتها الفقدان وظيفة هذا البروتين تختلف. طبعاً بشكل رئيسي الرعاية الصحية في البداية ترتكز على عنصرين أو ثلاثة عناصر رئيسية. الأول اللي هي رعاية الجهاز التنفسي، وهذه مهمة جداً في البداية. يعني نحن نحاول أن نؤخر موضوع تأثر الرئتين قدر المستطاع إلى فترة متأخرة من العمر، ما يكون فيها تأثر مبكر. لذلك نحرص دائماً على جلسات العلاج التنفسي، وننبه الأهل إلى جلسات العلاج التنفسي بشكل يومي، وفي وقت الأزمات يعني نحاول نكثفها أيضاً، تنتقل من مرتين يومياً إلى 3 مرات يومياً. طبعاً كل جلسة علاج تنفسي لها طقوس معينة تشمل مجموعة من الأدوية التي يتم تلقيها عن طريق أجهزة البخار، ويمكن بعض الأهالي يعني يعرفونها، ما
ما بين الموسعات الشعبية وما بين الملح المركز، وأحياناً فيه الأدوية المذيبة أو المكسرات يسموها بالإمكان أن تعطى. أيضاً الكورتيزون ممكن أن يعطى بعد جلسة العلاج الطبيعي، وأحياناً في حال وجود البكتيريا خصوصاً السيدومونس التي تعتبر العدو اللدود للرئتين في حالة مرضى التليف الكيسي، بالإمكان يأخذ مضاد حيوي عن طريق جهاز البخار. فيعني هذه نعتبرها زي الطقوس للعلاج الجهاز التنفسي، ويمكن تختلف من مريض لمريض بحسب وضعه. طبعا مهم جدا اللي هي جلسات العلاج الطبيعي تعتبر او العلاج التنفسي، هذه من اهم ركائز العلاج في مرض التليف الكيسي. هذا الخطوه والمرتكز رقم واحد. الامر الثاني اللي هو تحسين الحاله الغذائيه للطفل. هناك ارتباط وثيق ما بين تحسن التوقعات بالنسبة لأي مريض وبالنسبة للوزن، فيه ارتباط بين. طبعاً ليش نركز عليها؟ أولاً إحنا نحرص أن نعطيهم سعرات حرارية عالية مقارنة بقية الأطفال، نعطيهم أقل شيء 20% أكثر من بقية الأطفال بنفس العمر ونفس الطول. لماذا؟ لأن مرضى التليف الكيسي عندهم قدرة على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من غيرهم. فأنت لما يكون عندك مرض مريض بالتليف الكيسي ومريض آخر ما عنده تليف كيسي، مريض التليف الكيسي عنده قدرة على الحرق بزيادة، أو ما نسميه معدل الأيض. معدل الأيض عندهم عالي فيحرقون السعرات الحرارية، وهم يعني نحرص أن نعطيهم سعرات حرارية أعلى لأن عندهم مشكلة في الامتصاص، فهو يحرق سعرات حرارية من هنا وعنده ضعف في الامتصاص من هنا، فنحاول أن يعني نعوضها بزيادة في إعطاء السعرات الحرارية. لذلك نعتمد بشكل رئيسي على أخصائي التغذية أنهم يساعدوننا في هالجانب، وكذلك نعطيهم إنزيمات البنكرياس ونقول للأهل دائما دائما تحرصون عليها، لأنك إذا ما أعطيت إنزيمات البنكرياس يكون ما استفاد من الأكل بشكل كبير لأنه يضعف عند الامتصاص. فهو صحيح أنه أكل الأكل ومر على الجهاز الهضمي لكن ما استفاد منه لأنه ما فيه إنزيمات التي تساعد في امتصاص الأكل وخصوصاً الأكل الدهني، وما يرتبط فيه من مواد غذائية عالية الفائدة مثل الفيتامينات، فيتامين ألف، فيتامين دال وكاف وفيتامين إي، هذه كلها يضعف الامتصاص تقريباً إذا لم يعطى المريض الإنزيمات، إنزيمات البنكرياس. فدائماً موضوع المرتكز الثاني اللي هو التغذية، وهذه مهمة جداً جداً جداً. كما قلت أن المخرجات النهائية تعتمد على وضع الرئتين وتعتمد على وضع الوضع الصحي أو الغذائي للطفل. طبعاً من الأشياء اللي نركز عليها طبعاً اللي هي تحسين جودة حياة المريض إجمالاً، وهذه مهمة، ولذلك دائماً يكون هناك وجود للأخصائي الاجتماعي يكون جزء من فريق المعالج. نعرف أن الأهالي قد يواجهون تحديات وكذلك الطفل، ولذلك يعني نسعى قدر المستطاع في أن يكون العمل مشترك ما بين الجميع، ما بين الأهل والطبيب، وحينما أقصد الطبيب قد يكون جهاز تنفسي، قد يكون جهاز هضمي أو غيره من التخصصات، ووجود أيضا أجهزة مساندة مثل العلاج التنفسي، الأخوان في العلاج وأخصائي العلاج التنفسي وكذلك أخصائي التغذية. طبعاً فيه مجموعة من الأدوية الأخرى التي ممكن تعطى، ولكن المبدأ الرئيسي منها أو الهدف الرئيسي منها اللي هو المساهمة في تحسين وضع الرئتين أو الجهاز التنفسي إجمالاً. وممكن تسمعون أحياناً أن نعطي مضاد 3 مرات في الأسبوع، والهدف منه تقليل الالتهاب الاحتقاني الموجود في الرئتين، وهذا عليه دراسات. المضاد اسمه أزيثروميسين، وهذا طبعا يتم اعطائه بحسب عمر المريض وبحسب وضعه وبحسب وجود البكتيريا، بالامكان ان يعطى. وكما ذكرت انه مرتبط بتحسن وضع حاله المريض من ناحيه الرئتين وتحسن وظائف الرئه في فحص التنفس، وكذلك تحسن الاعراض لدى الطفل الذي الاطفال الذين يستخدمون هذا المضاد. ولكن يجب ان يكون بالتوصية الطبية لأن هناك شريحة قد يستفيدون من هذا العلاج.
طيب هذا الأمر الثاني. طبعاً نحن نقوم بفحص أخذ عينة من سوائل الجهاز التنفسي، عادة نأخذها كل 3 أشهر، والهدف أننا نحاول اقتناص وجود البكتيريا وخصوصاً السيدوموناس في فترة مبكرة حتى نحاول أن نزيلها تماماً عن طريق المضاد الحيوي، سواء كان عن طريق الوريد أو عن طريق الجهاز البخار. فهذا هدف رئيسي لدينا، حماية الرئتين من السيدوموناس وغيرها من البكتيريا. في بكتيريا غيرها لكن بعضها تكون تأثيرها أخف بكثير من السيدوموناس. طبعاً فيها بكتيريا ممكن تأتي في عمر مبكر من العمر وسهل التعامل معها وبالإمكان، وتأثيرها خفيف على الرئتين، لكن السيدوموناس هي التي تظهر في فترات متأخرة تقريباً بعد عمر 3 سنوات، ونحاول نأخرها قدر المستطاع. طبعاً هي في البداية حينما تأتي يكون من السهل إزالتها عن طريق أجهزة البخار، ولكن بالإمكان أن تتحور إلى نوع من السيدوموناس يكون شبه مستحيل أن نزيلها بالعلاجات أو البخار. فلذلك أن نحاول أن نعالجها قدر المستطاع في سن مبكر. لذلك يا أخوان والأخوات لابد من الالتزام بالمواعيد، لأن أخذ العينة هذا مهم جداً، حتى كما ذكرت أن نقتنص البكتيريا في سن مبكرة وفي مرحلة مبكرة. طبعاً كما تعرفون ضمن الأدوية المساندة نعطيهم اللي هي الفيتامينات، فيتامين دال وغيرها من الفيتامينات. أيضاً متابعة الأجهزة كما ذكرت في البداية، أن أجهزة الجسم في مجموعة من الأعضاء والأنسجة ممكن أن تتأثر، وهذه تستلزم متابعة بشكل دوري على الأقل سنوي لمتابعة بعض الوظائف، الكبد والداء السكري أيضاً وغيرها. وهذه بشكل دوري، يعني تلاحظون أن كل سنة تقريباً نعمل بعض التحاليل وبعض المتابعات. طبعاً في جيل جديد من الأدوية الحالية، ويعني هذه من الأشياء المبشرة إن شاء الله نقول للمستقبل. يعني كل النتائج الموجودة الآن على المرضى اللي أعمارهم 40 و50 سنة، هذه بناء على ما قام به الطب قبل 30 و40 سنة وقبل 20 سنة. الآن وضع الطب الآن في موقع أفضل، وفيه أدوية جديدة إن شاء الله، وربما في المستقبل تكون هناك أدوية يعني أخرى. هذه نتائجها بنشوفها بعد 20 و25 سنة و30 سنة. فيعني خلونا نغلب جانب التفاؤل من هالجانب، نقول يا رب. طيب وأتمنى أن نكون غطينا جانب مهم. طبعا فيه جوانب كثيرة وفي تفاصيل كثيرة لا يمكن حقيقة الإجابة عنها في هذه العجالة، ولكن أعتقد أن قمنا بتغطية جزء كبير من الأشياء الرئيسية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أن أبارك لكم العشر الأواخر من رمضان، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. بالأصالة عن الأهالي أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لهذا الحضور القدير المقدر من الأطباء الدكتور يزن والدكتور ناصر والدكتورة منى البلوي والدكتور بس فقط. طبعا هذا التطوع اللي هم الآن قاعدين يجهزون وينظمون له من فترات مشكورين عليه، لأن الهدف منه هو اللقاء التوعوي لأهالي مرضى التليف الكيسي الرئوي البنكرياسي. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم دنيا وآخرة. بالنسبة لي الآن، أنا كأم لطفلين مصابين بهذا المرض، أحب أن أستسمحكم أن أعطيكم فقط إيجاز صغير عما يعني عن الفترة اللي أنا مريت فيها من أول ما توصلت إلى أنه فيه جمعية ترعى هذا الحالة. طبعاً أنا في عام 2017 في شهر 8 تأسست هذه اللجنة اللي هي
للدعم الأسري. وكان هذا اليوم من بداية هذا اليوم كان عندنا التعاون مستمر ما بين الأطباء وما بين المنسقين والطاقم الطبي جميعا في كل المستشفيات. توظفنا إلى أن إحنا نوصل إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي ونضمهم في منصة واحدة تحت مظلة واحدة، وهي الهدف الأسمى لكي نصل لهم بأسرع وقت ممكن يحتاجون فيه. طبعاً أنا ما أبغى أطيل عليكم، ولكن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذا من عام 2017 إلى حد الآن الحمد لله قمنا بدور إن شاء الله أنه يكون كبير، وإن شاء الله أنه يكون موفق، وبإذن الله دائماً من أحسن إلى أحسن. أدوارنا كانت الحمد لله بدعم من الأطباء، ساهمنا في دخول عديد من الحالات إلى المستشفيات وتم علاجها ومباشرتها، برضو بدعم من الأطباء توصلنا إلى عدد من الحالات، وصلنا لهم الأدوية في مناطق بعيدة ما يقدروا يوصل لهم العلاج. بدعم من الأطباء تواصلنا مع الأهالي، وصلناهم مع الأطباء في لقاءات دائمة ومتكررة عن طريق سناب شات أو عن طريق الواتساب أو عن اللقاء مع الأطباء في العيادات. طبعا لقاءاتنا كانت دورية ولا زالت دورية، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا نوصل في النهاية إلى ما إحنا نصبو إليه. عندي فقط رسالة أخيرة أحب أختم فيها للأهالي قبل ما نبدأ الحوار مع النقاشات الأسئلة، وهذه أحب أقول لهم إنه إحنا الحمد لله في هذا الوقت إحنا بخير، بخير لأننا بأيدي أطباء لديهم الآن الدراية والإمكانيات والقدرة العالية على تشخيص المرض بوقت مبكر. إحنا بخير لأننا على أرض مهمها الأول هي خدمة الإنسان، خدمة الإنسان بغض النظر عن مين هو هذا الإنسان، طالما أنه عايش على أرض المملكة فهو مخدوم بالعلاج ومخدوم بالإنسانية، ويقدم له كل الوسائل اللي تجعله آمن على نفسه وعلى أولاده. نحن بخير لأننا نعيش في واقع مطمئن ويبشر بمستقبل جميل وواعد بكل خير. نحن بخير لأن الواقع حقنا الآن كمرضى أو كأهالي التليف الكيسي الرئوي البنكرياسي يقول لنا بأن هناك مرضى، منهم طلاب طب ومنهم مهندسين ومنهم كتاب ومنهم رسامين ومنهم من حاصلين على شهادات الماجستير ومنهم من حاصل على مرتبة الشرف في التعليم الجامعي. هذا يجعلنا نستبشر بالأمل ونستبشر بأن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا. فقط ضع الله في قلبك والرجاء في قلبك واستمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول وبشر الصابرين. وأترك لكم المايك وأسأل الله العلي القدير أن الله يشفي كل المرضى ويساعد الكل بإذن الله. ألف شكر لكم. ممكن الآن نبدأ بالأسئلة والنقاش، إذا ما في أسئلة مباشرة ممكن ناقش بعض الأسئلة المسجلة في السابق، أو ممكن كتابة بعض الأسئلة وتم ممكن الأخت شريفة يعني تبدأ الأسئلة تأخذ الأسئلة المناسبة وتطرحها على أي من المتحدثين. طيب دكتور، أنا عندي هنا بعض الأسئلة أحب أسألكم إياها. طبعاً أنتم شوفوا من اللي يجاوب. الدكتور ناصر يلك لو جاوبنا. هنا سؤال يقول لك هل مرض التليف الكيسي، طبعاً أنا هذه الأسئلة أنت طرحينها الأهالي وأنا احتراماً لأسئلتهم لازم يعني أسألها حتى لو أنت يعني تكلمت فيها. يقول لك هل مرض التليف الكيسي الرئوي البنكرياسي يؤثر على الرئتين فقط أو على بقية الأعضاء؟
جيد. طبعا هو يؤثر على مجموعة من الأنسجة الموجودة في الجسم، كما ذكرنا في البداية أن خلل هذا الخلل الجيني يؤدي إلى خلل في وظيفة أحد البروتينات، وهذا البروتين بشكل طبيعي يتواجد في الرئتين، يتواجد في البنكرياس، يتواجد في الجهاز الهضمي، يتواجد في الكبد، يتواجد في مجموعة من الأجهزة وكذلك في الجهاز التناسلي. فحينما هذا البروتين يفقد وظيفته تبدأ أجهزة الجسم تتأثر، ولكن لا تتأثر في نفس اللحظة، بعضها يظهر في سن مبكرة وبعضها يتأخر إلى فترات متأخرة في العمر. فليس فقط الرئتين والجهاز الهضمي هي في المقدمة، ولكن هناك بعض الأنسجة وبعض الأعضاء في الجسم تتأثر. هذه الإجابة. السؤال الثاني، هل تحليل العرق هو الحد الفاصل لإثبات الإصابة بالتليف الكيسي، أم إن هناك تعتمدون على تحاليل ثانية؟ يعني هل فقط تحليل العرق هو الحد الفاصل، أو تخلونه هو أول تحليل ولا يكون هو آخر تحليل يثبت لكم النتائج؟ بالنسبة دكتورة، أيوة، كما يمكن ناقشناها في المحاضرة، بالنسبة للتليف الكيسي البنكرياسي الرئوي يوجد أعراض. أول هو تقريبا معايير معينة يعتمد عليها الدكتور لتشخيص المرض. لا يكون وجود زيادة في العرق هو فقط التشخيص، لكن وجود زيادة في العرق تزيد احتمالية، لأنه كما ملاحظ يوجد أمراض أخرى تسبب زيادة في إنتاج العرق، لكن هي معايير معينة، منها وجود الأعراض المتماشية مع المرض، كما طرح يمكن دكتور ناصر، الرئة، فقدان في الوزن، خروج زيت مع البراز، أكثر من أعراض يختلف من طفل لآخر، مع وجود التاريخ المرضي للعائلة. إذا يوجد أي أحد من العائلة عنده نفس المرض وهو مرض التليف الكيسي، ووجود بالجزء الآخر التحاليل المخبرية، منها زيادة في العرق وأيضاً الجينات. فهل فقط زيادة العرق مع عدم وجود الأشياء الأخرى؟ لا، يجب أن تترس معايير معينة لتشخيص المرض. طيب، في هل حدة المرض عند الذكور أكثر من الإناث أو العكس صحيح في السعودية؟ سؤال موجه إلى من؟ دكتور ناصر، طالما أنك أنت جاوبتني. طيب، أولاً حقيقة أنت بالتحديد في السعودية لا أزعم أني اطلعت على دراسة متعلقة بحدة المرض، يعني إذا كان في فرق بين الذكور والإناث، لكن عموماً الإناث خصوصاً خلال مرحلة البلوغ لسبب غير معروف وربما مرتبط بالتغيرات الهرمونية، قد يكون في هذه الفترة في تأثر لدى الإناث أكثر من الذكور خلال مرحلة البلوغ. طيب دكتور، هل التليف الكيسي البنكرياسي يؤثر على الإنجاب؟ طبعا يؤثر، في تأثير على الإنجاب مستقبلا سواء في الذكور بشكل أكبر من الإناث، ولكن هناك طرق للتغلب عليها، هناك طرق للتغلب عليها خصوصا من خلال عمليات أطفال الأنابيب وغيرها. طيب دكتور يزن، لو تكرمت لي عندي سؤال. هل طبعا هذا السؤال بعض الأهالي سألوا ويحبون يعرفون، على أساس أنه الناس أو الأقارب يعني يشوفون هذا الوضع هل هو مخوف، يعني يخوفهم أو لا. يقول لك هل CF هل هو معدي أو لا؟ طبعا المرض التليف الكيسي في ذاته ما هو معدي، هو مرض جيني. البكتيريا في ذاتها ما تعدي للأطفال الآخرين لأنهم ما يعانون منها، يعني حينما تكون البكتيريا موجودة في مرض التليف الكيسي هذه البكتيريا لا يمكن، يعني لا تؤثر بشكل كبير على بقية الأطفال الطبيعيين. إذا كان هذا هو السؤال، لا، ما تؤثر على بقية، يعاني منها المريض، مريض التليف الكيسي، ولكن ما تؤدي إلى مشاكل في بقية الأطفال. ولكن في أنواع من البكتيريا إذا وجدت في مريض من مرض التليف الكيسي
يعني الأفضل أن لا يختلط بالمرضى الآخرين من مرضى التليف الكيسي أنفسهم، لأن لا نريد انتقالها إليهم. طيب دكتور، هل وهنا واحدة من الأمهات تقول إنه عندها ابنها ما ينام زين، وكل ما ينام تقريبا كل اليوم ينام تقريبا بس فقط ساعة أو ساعتين وبعدين يصحى ويقعد يبكي، لا هو اللي ينام ولا هو يعني اللي صاحي، فهل هذا بسبب إنه هو تعبان بسبب السي اف، ولا إنه في ممكن يكون عنده عارض ثاني يسببه؟ أترك المجال لبقية الأخوان يمكن يشارك. أنا ما أسمع الدكتور يزن نهائيا، لو تسمحي دكتورة. أيوة بإذن الله. طبعا هو لازم أخذ التاريخ المرضي، ليه ما ينام الطفل، هل في أعراض كحة، هل هو يبدأ ينكتم ويزرق، فيحتاج مرض التليف الكيسي البنكرياسي قد يكون أثناء النوم ينقص الأكسجين عند الطفل فهو يشعر في هذه، أو يكون كحة فيوجد التهاب في الرئة الآن، فإذا نومه مضطرب بسبب الأعراض الرئة أفضل مراجعة طبيبها، يتم الفحص، إجراء اختبار للأكسجين وخاصة أثناء النوم للتأكد من مستوى الأكسجين في الدم، وعلى أساسه يقيم المريض. إذا المريض لا ينام وقت كافي فضروري أنها تراجع الدكتور المسؤول عنها لتتأكد إيش السبب المادي، لأنه في أسباب كثيرة منها نقص الأكسجين أثناء النوم، الكحة المستمرة، الالتهاب في الرئة، كلها قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم. أود أن أضيف بس من هالنقطة أن فيه تخصص اسمه اضطرابات النوم، وبعض أطباء الجهاز التنفسي من زملائنا أيضا متخصصين في اضطرابات النوم، فبالإمكان الاستعانة بهم. أحيانا قد يكون السبب هو انسدادات أثناء التنفس من الأنف، أحيانا يكون في زوائد لحمية في الأنف لدى مرض التليف الكيسي وقد تساهم في اضطراب النوم، يعني ما يستطيع الاستمرار في النوم فترة طويلة. ولا حقيقة ما نستطيع تشخيص مريض عن طريق الويبنار، لكن الأفضل هو متابعة الدكتور والسؤال أيضا إذا كان فيه مختص في اضطرابات النوم. طيب دكتور يزن تسمعني؟ سامعك نعم. طيب عندي سؤال الله يرضى عليك، تقول لك هنا واحدة من الأمهات تسأل تقول يكون عندها طفلها تكون عنده أعراض الالتهاب الرئوي، أوكي، تكون عنده كحة متكررة وعنده بلغم، عنده نقصان في الوزن، ولكن ما تظهر عليه أعراض خطيرة زي ضيق في التنفس أو إنه حرارته مرتفعة، فكيف يكون التحقق من هذا إنه ما يكون التهاب، إنه يكون عارض أو يكون إنها حالته يعني ستيبل إلى هذا الوضع بس فقط؟ يعني إحنا الحالات اللي نعتبرها إنه زيادة في نشاط المرض السيستيك فيبروسيس إكساسيربيشن أو زيادة نشاط البكتيريا، طبعاً عندنا إحنا ما هو بس نعتمد إنه في التهاب في الرئة وفي تغيرات في الأشعة أو نقص أكسجين أو زيادة في أعراض ضيق التنفس أو التغير في لون البلغم. إحنا عادة نعتبر عدة أعراض يعني ممكن إنه نعتبرها هذه الزيادة في نشاط المرض، بحيث إنه نقوم بعلاج المريض بشكل فعال أكبر. أحيانا نضطر ننوم المريض في المستشفى ونعطيه مضادات في الوريد لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع حسب الحالة، أو في بعض الدول الآن أصبحوا تعطى المضادات في البيت بحيث أنه ما يحتاج فترة تنويم مطولة في المستشفى. لكن بشكل عام المريض إذا كانت حالته مستقرة وصارت هناك زيادة في الأعراض التنفسية أو تغير في لون البلغم أو لا سمح الله مرور وجود دم في البلغم أو حدث نقص في الأكسجين، أو أحيانا حتى على مدى فترات طويلة إذا صار في عدم زيادة في الوزن أو عدم تحمل المجهود، إحنا أحيانا نعتبر هذه الزيادة في نشاط المرض بحاجة إلى تكثيف العلاج، سواء كان تخلص من البلغم أو زيادة علاج الجراثيم، زيادة المضادات الحيوية إلى آخره. فإحنا دائما في تواصل مع المرضى التليف الكيسي، المفروض أنه المريض في تواصل مستمر في زيارات روتينية لهؤلاء المرضى، وأيضا في حالة زيادة الأعراض
يقوم المريض بمراجعة الطوارئ أو زيارة الطبيب في أي وقت لعلاج هذه الزيادة المرض في وقت مبكر. بشكل عام كما ذكرنا أنه المريض ممكن أنه يكون عنده بعض الجراثيم التي تعيش معه في فترات طويلة وتعيش معه طول العمر، لكن الفترات اللي يزيد فيها نشاط هذه البكتيريا لابد من زيادة المضادات الحيوية والأدوية لتقليل نشاط هذه الجراثيم. يمكن السؤال يمكن ما طرح حتى الآن، مريض التليف الكيسي زي أي مريض آخر، بالعكس هو معرض أكثر من غيره لبعض الجراثيم الأخرى والفيروسات الأخرى، إنفلونزا الموسمية العادية هذه، لذلك يعني بالعكس قد يمكن يكون تأثير على المريض أكثر من المرضى الآخرين، لذلك إحنا نعطيهم المطعوم الإنفلونزا السنوي بشكل روتيني، وأيضا يعطوا مطعوم الخلايا البكتيريا العنقودية بحيث يزيد المناعة ونمنع الالتهابات عندهم. سؤال يمكن بالنسبة للكوفيد 19 الإنفلونزا الكورونا الحالية الآن، أيضا هم وإن كان الحمد لله يعني لم يصب أحد أي من مرضانا حتى الآن بهذا الفيروس حتى الآن، لكن هم زي أي يعني تعرضهم زي أي مريض آخر قد يصاب بهذا الفيروس لا سمح الله، لكن إذا أصيب يمكن يتعبوا أكثر من غيرهم باعتبار أن عندهم مرض مزمن يعني في السابق، لذلك إحنا نكون حريصين أنه يعني نتواصل مع مرضانا إذا كانت في أي زيادة في الأعراض أنه تعالج بشكل مبكر قبل ما تتطور الحالة وتؤدي إلى يعني مضاعفات شديدة. أخت شريفة تسمحين بس تعليق؟ تفضل. ألو؟ تفضل. نعم. طبعاً هذا السؤال الحقيقة يعني ما مهم جداً جداً وفي تفاصيل كثيرة صراحةً. يعني الالتهاب الرئوي لما يحدث عند الإنسان الطبيعي يكون حاد وسريع، وتكون هناك حرارة عالية، يعني تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وشكل حاد جدا. في مرض التليف الكيسي زي ما قال الدكتور يزن يكون زيادة نشاط فتبدأ تدريجي ويكون التدهور تدريجي، وأحيانا ما يكون في حرارة، فلازم نفرق بين الأمرين، يعني لا يتهاونون، يعني يعتقد أنه لازم يكون عندي تدهور سريع أو لازم يكون عندي حرارة حتى أقول إن هذا هو الالتهاب الرئوي. لا، يختلف المرض التليف الكيسي يكون غالبا بطيء التدهور خلال أسابيع تقريبا، وأحيانا ما يكون فيه حرارة، هذا أمر. الأمر الثاني في حال حدوث الالتهاب الفيروسي، مريض الفيروسات تحدث عند الناس الطبيعيين وغير ومرضى التليف الكيسي أيضا، لكن نشوف مثلا قبل حدوث الالتهاب الفيروسي كيف وضع الرئتين. إذا كان الطفل سليم ولا عنده شيء وكان في وضعه الطبيعي وفجأة صار عنده التهاب زكام وأعراض وحرارة، بعض الخبراء ما يستعجل في إعطاء المضاد الحيوي في هذه اللحظة، يعطيه فرصة أسبوع أو مشابه للتعافي من الالتهاب الفيروسي، ما يستعجل في المضاد الحيوي إذا كان ما فيه تدهور سابق للالتهاب الفيروسي. بعض الأطفال يستجيب ويرجع إلى وضعه الطبيعي خلال فترة أسبوع تقريبا، لأن هذا مرض عارض عبارة عن التهاب فيروسي، وبعضهم لا، الالتهاب الفيروسي يحفز موضوع النشاط يعني تدهور الجهاز التنفسي فلا يخرج، يعني تتدهور الحالة بعد الالتهاب الفيروسي، في هذه الحالة يحتاج إلى مضاد حيوي. فأنا حبيت لأن هذه النقطة مهمة جدا فأشكر السائل وأتمنى أن يكون جاوبنا. طيب لو سمحتوا لي دكتور في هنا سؤال برضو، يقول لك ماذا يكون الطفل اوكي وهو مع الاطباء في عمره الصغير يكون صحته يعني الحمد لله صحته واعراضها يعني تقريبا ثابته، ولكن بمجرد ما يكبر تبدا تتدهور صحته، هل يرجع السبب الى رعايه الاطباء الاطفال اكثر او ان التدهور الحاله مع الكبر هذا هو يعني الحاصل فيها انها تكون وضعها استيبل وهم صغار وبعدين مع العمر يبدأ يتفاقم الحالة؟ لأن كثير من الأطباء دكتور يزن يعني في أغلبية الأهالي يقولون إنه الأطباء الأطفال
هم أكثر رعاية ودراية؟ أنا آسفة طبعاً على هذا السؤال، أنا ضده ولكن حبيت أنا أسأله لأنه احتراماً للأخ اللي سأل أو الأخت اللي سألت. أطباء الأطفال هم أكثر حرص ودراية عن الأطفال الكبار لما يكون هو طبعاً هذا أدلت. فليت دكتور يزن تجاوبني. يعني هو يمكن سؤال متفرع، لكن بشكل عام أطباء صدرية الأطفال هم أكثر الأطباء اللي عندهم خبرة بهذا المرض، ويعتبروا في معظم دول العالم هم الأطباء الرئيسيين اللي يعالجوا هذا المرض باعتبار أنهم يعني هم أصحاب الخبرة الكبرى في هذا المرض، وهم يعني يعتبروا الأوركسترا اللي ينسقوا العمل. إحنا نعرف أن العلاج المرض التليف الكيسي ليس اختصاص واحد، عادة يكون في فريق كامل يتابع هؤلاء المرضى، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، غدد، إذا كان في سكري، علاج تنفسي، تغذية إلى آخره. فعادة اللي يكون اللاعب الرئيسي والمعالج الرئيسي هو طبيب صدرية الأطفال، وهم اللي يتابعوا الطفل من تشخيصه في ذات العمر مثلا إلى أن يصل مثلا 16 أو 18 سنة حسب العمر الأطفال. واللي نلاحظه حتى في الدول يعني الغربية أنه يعني أحيانا بعض المرضى حتى لما يوصل العمر الكبار يرفض أنه يتابع مع الأطباء الكبار باعتبار أنه يعني ما يعرفوا، يعني كان يألف طبعا أطباء الأطفال وهم عندهم الخبرة يعالجوا فترة طويلة، ويمكن الأطباء الكبار ما يكون عندهم الخبرة في هذا المرض. يعني حتى هذا نشوفه في بلاد للأسف، يعني أنه حتى الأطباء بعض الأطباء اللي يعالجوا الكبار أنه ممكن ما شافوا مرض تليف الكيسي بشكل كبير، ما عندهم خبرة كبيرة للأسف، وإن كان هذا مفروض أنه يعني التغير، لأنه الآن مرض تليف الكيسي يعيشوا يعني ما هو زي 30-40 سنة كانوا يعني متوقع الحياة، يعني ما يعيشوا أكثر من 10 سنوات أو 8 سنوات، الآن مرضى يعيشوا 50 و60 و70 سنة. فالأطباء الكبار مفروض عندهم خبرة أكبر، مفروض إنه يعني شافوا حالات أكثر وعندهم تدريب وخبرة في هذا المرض. هذا شق من الإجابة. لكن الشق الآخر إنه التلف اللي يحدث في الأنسجة في يعني كما ذكر الدكتور ناصر، هو ليس يعني مرض حاد والتهاب حاد وخلاص، يعني هو مرض مزمن يصير التلف والالتهابات والتغيرات في الأنسجة يحدث بشكل يعني تدرجي. فمع الوقت طبعا في البداية قد تظهر المرض على شكل التهابات متكررة وفيما بينها يمكن ما يكون في أعراض، لكن مع الوقت يصير التلف يصل درجة يعني في الرئتين أو في البنك في الكبد أو بالكياس، إنه في العقد الثاني أو الثالث في العمر إنه يعني يقترب من تلف أو شبه الفشل في هذه الأعضاء. فقد تكون عملية تدرجية يعني مع الوقت، فهذا قد يكون سبب، وإن كان دورنا في العلاج يعني الأطباء دورنا إنه إحنا نمنع أو نؤخر التلف هذه، ونحاول إنه نتحكم بالمرض بحيث إنه ما نصل إلى مرحلة الفشل هذه الأعضاء قدر المستطاع. لو سمحتوا لي دكتورة، في عندي سؤال هنا لأحد الآباء يقول لي هل ممكن إنه يكون الطفل مصاب بالسي إف والأعراض ما هي ظاهرة عليه نهائياً؟ طيب، يمكن مثل ما اتطرقنا من أول على المريض السي إف تختلف الأعراض على حسب الجين المتأثر. ممكن يكون المريض سي إف ولم يشخص، ممكن واجهنا فيه ما عنده دكتورة أي أعراض تدل أنه معاه سي إف نهائي. في أمراض هي ليست تليف كيسي بنكرياسي ولكن أمراض تحمل بعض الصفات، مثلا نفس بعض المرضى يكونون حاملين، يكون التشخيص ما هو التشخيص الكامل لمرضى السي إف، لكن لا يوجد أعراض نهائيا. يختلف على حسب إيش الأعراض، لأنه على حسب نوع الجين وتأثيره على المرضى السي إف. ممكن يكون فقط اختلال في الأملاح، في بعض المرضى يكونون حاملين هذا المرض وعندهم المرض لكن الجين المصاب فقط، يكون نموهم طبيعي، ممكن يكون الرئة تأثيرها أقل، هو يعتمد على حسب الجين.
المتأثر في هذا، زي ما قلنا أنه هو يختلف، هو أكثر من 2000 طفرة جينية موجودة تختلف من طفل إلى طفل، وعلى حسب أي جين متأثر في المرض يختلف الأعراض. منهم ما يكون فقط، بعضهم ما يكتشف إلا في مرحلة متأخرة، مثلا في أعمار كبيرة ممكن فقط التهابات في البنكرياس ولم يظهر عليهم أعراض أبدا في عمر الطفولة، وبعضهم يشخص في عمر صغير ويكون أعراضهم حادة أكثر. فعلى حسب إيش الأعراض وعلى حسب الجين الموجود، بسبب ذلك نعتمد على معايير معينة في التشخيص بالنسبة للمرضى. بس أخت شريفة إذا تسمحي لي، أنا ما عندي أنا أسئلة الآن، بس كان تأخذون أسئلة. في سؤال بس موجود، هل المريض يحتاج لأغذية معينة؟ يمكن كثير من الأهالي والأهالي يواجهون صعوبة شوية في الوزن، زي ما ذكر دكتور ناصر المريض عنده أكثر من مسبب نقصان الوزن، هو فقدان الدهون عن طريق البراز، هو بسبب سرعة النفس. فغالبا مرضى تليف الكيس الرئوي والبنكرياس يحتاجون من ضعف المعدل الطبيعي من السعرات الحرارية اللي يحتاجها الأطفال الطبيعيين. بسبب ذلك غالبا يصرف الإنزيم البنكرياس، فالانتظام عليه وأخذه في الطريقة الصحيحة هذا يؤدي لزيادة الوزن. زيادة التغذية غالبا ننصحهم في زيادة الدهون، غالبا احيانا في الاعمار الصغيره نصرف لهم المكملات الغذائيه هي ذات السعرات الحراريه العاليه، ممكن حليب مساعد، ممكن تغذيه. غالبا اي طفل يحمل المرض ان يحول الى اخصائي تغذيه لمراجعه الوزن ومتابعته، لانه كما ذكرنا سابقا التدخل المبكر زياده الوزن بشكل طبيعي يساعد في تحسن المرض عند الطفل. فهم هل يحتاجون أغذية معينة؟ نعم، لا يعامل كالطفل السليم في التغذية. طيب تأخذ الأسئلة؟ تفضل. لا أنا ما عندي أنا الأسئلة، إذا كان تأخذوها من أيوة كان في سؤال عن موضوع الرياضة بالنسبة لمرض التليف الكيسي. طبعا الرياضة إجمالا تأثيرها على مرض التليف الكيسي إيجابي جدا، فالرياضة هي أسلوب من أساليب العلاج التنفسي والتخلص من البلغم وتحسين وظائف الرئتين، فالرياضة تعتبر جيدة. ولكن ماهية الرياضة ونوعها هذا يعتمد على الحالة الصحية للمريض، ويعني يتم بالنقاش مع الطبيب المعالج فيها، لكن الرياضة مهمة جدا. يوجد سؤال هنا، السلام عليكم، هل هناك خطة لعمل مسح ولادي لتشخيص مرض التليف على مستوى البلد؟ يمكن زي ما ذكرت سابقا أنه عالميا هو يوجد المسح المبكر، في السعودية للآن لم يدخل، لكن نأمل بالمستقبل القريب الجمعية تعمل على هذا لإضافته مع باقي المسح الولادي للتشخيص. أوريدي الآن يعمل في أكثر من مسح لأمراض معينة مثل أمراض استقلابية، الغدة، أمراض أخرى، فنأمل بالمستقبل القريب يضاف مرض التليف الكيسي البنكرياسي من ضمن التحاليل المسح الولادي التشخيصي. يعني ممكن أعلق بس بالنسبة للموضوع هذا، إنه عادة الأمراض اللي تدخل في المسح عند الولادة هي الأمراض اللي يعتقد أنه التدخل يكون المبكر يكون فعال، أو أن الأمراض تكون شائعة بحيث أنها تكون مجدية ماديا بالنسبة للدول، أنه يعني كتكلفة أنه هل تدخل في فحص جميع الأطفال المولودين. للأسف إحنا مشكلتنا في العالم العربي والعالم الثالث أنه ما عندنا دراسات جيدة بمدى انتشار هذا المرض. في السابق كان يعتبر هذا المرض أنه يصيب فقط الوايت كوكيجنز، المرضى البيض اللي في الأصل من شمال أوروبا وفي شمال أمريكا الأخير، ومرض أقل في الجنسيات الأخرى زي في إفريقيا أو شرق آسيا إلى آخره، وما كان عندنا دراسات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وإن كان هناك يعني في تقريبات أو
تقديرات من البعض انه قد يكون يعني اكثر بكثير مما هو يعني كان متوقع في السابق. كان يعتقد انه مرض نادر، لكن احنا نعتقد انه مرض اكثر انتشار مما كان يعتقد بسبب مثل ما ذكرنا بسبب زواج الاقارب في المنطقه، وهذا يجعل كل الامراض اللي تنتقل المندلية المتنحية الأوتوسومال ريسيسيف تكون عادة أكثر من الدول الأخرى. فالمتوقع أن تكون أعداد أكثر بكثير من المشخصة حاليا على الأقل، لكن للأسف عندنا مشكلة في الوعي بهذا المرض وتشخيص هذا المرض. كثير من المرضى للأسف يعني قد يعني عالج عدة سنوات يعني كالتهابات رئة متكررة أو كربو ما يستجيب مع العلاجات إلى آخره. وفي بعض الأهالي إذا تشخص طفل يقول لك يمكن كان عندهم طفلين أو ثلاثة آخرين توفوا عمر مبكر، سداد أمعاء أو التهاب رئة أو إلى آخره، بدون أن يتم التشخيص. فهذه الأمراض لا شك يعني عندنا إحنا دورنا يعني في عندنا كثير من حالات لا يتم تشخيصها، وهذا المرض أكثر انتشار مما يعتقد الكثيرون يعني. لكن للأسف يعني في كثير من عندنا عوائق للتشخيص ووعي بهذا المرض بحيث أنه يشخص بشكل جيد ومبكر. إذا في أسئلة أخرى. سؤال هنا الله يرضى عليكم يقول لك شوف دكتور ناصر إذا كان تقدر تجاوب هذا السؤال. يقول لك يحتاج المريض لدعم نفسي وأحيانا الأهل لا يكفون، كما يحتاج المريض لأخصائي تغذية ومع الوقت، ولكن للأسف في المستشفيات يعني حسب يعني ما أنا تعرضت له في بعض المستشفيات هذا الشيء مش موجود. ما إحنا يدوب نروح الموعد إلى الأطباء الأخصائيين أو الاستشاريين للصدر وبعدين يعني انتهى الموعد، علما بأنه الأهل محتاجين إلى الرعاية النفسية وإلى متابعة الطفل نفسيا. طبعا أنا أتكلم يعني اعذروني شوية أتكلم أطلع من هذا السؤال بأشياء ثانية، أتكلم عن أنا ما واجهته الآن. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الأطباء الآن غير تماما عما كانوا عليه قبل 25 سنة من الآن. أول كنا نجي يدوب ناخذ المعلومات وناخذ الأدوية وناخذ التعليمات اللي إحنا نمشي فيها وبعدين نطلع نترك العيادة ونطلع إلى بعد 6 شهور أو 3 شهور وبعدين نشوف البيشنت مرة ثانية. الآن الطبيب متابع لنا، نقدر نتواصل معاها عن طريق سناب شات، نقدر نتابع معاها عن طريق الواتساب، الطبيب مرحب فينا في أي وقت في العيادة عن طريق المنسقة في العيادة. الحالة النفسية للأهل والمرضى أفضل بكثير مما كانت هي عليها أول، لأن الوعي عند الطبيب والوعي عند الأهالي صار أفضل بكثير مما كان عليها أول. كنت أنا أعوم في محيط بس ماني عارفة وين اتجاهي، وين رايحة أروح، يمين يسار ما أعرف. ولكن الآن الحمد لله عندي بدل الطبيب عندي الإنترنت، أقدر أفتحها وأشوف وأتعالج أنا الحالي. ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، الله من علينا بأطباء مثلكم والحمد لله وسائل الوعي صارت أفضل. ولكن أرجع وأكرر أنه برضو نحتاج إلى أطباء نفسيين يشوفون أو يباشرون من يراه المريض المشخص من يراه الطبيب المعالج أن هذا المريض يحتاج إلى رعاية نفسية خاصة. أنا ما نقول كلهم، ولكن في حالات معينة لها استثناءات معينة. طيب لعلي أجيب على هذا السؤال. طبعا احنا ذكرنا في البداية اللي هو الاهتمام بجودة حياة المريض، هذا هدف رئيسي الحقيقة، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي والتعليمي مهم جدا يعني. وأنا بعترف وأعتذر عن تقصير، أعتقد أن نحن كأطباء قد أحيانا نركز على الجانب العلاجي والطبي والصحي، ويعني ما نركز بنفس القدر على هذا الجانب، أحيانا بسبب وجود تحديات موجودة عندنا نحن في المستشفيات.
هو الأفضل أن يكون هناك برنامج متكامل لعلاج التليف الكيسي تكون فيه جميع التخصصات. أحب أن أضيف موضوع التغيرات النفسية لدى المرضى التليف الكيسي، طبعاً جزء من جوانبها بسبب العلاج ورحلة المرض، وجزء منها تحتاج إلى فحص لبعض الفيتامينات وبعض الأحماض الأمينية وغيرها، خصوصاً الفيتامينات مثل فيتامين إي، هذا إذا نقص قد يؤدي إلى تغير في المزاج أو اكتئاب أو ما شابه. طيب، نحن نعرف أن الحالة الغذائية وضعف التغذية قد يؤثر على الإنسان الطبيعي من ناحية نفسية، ما بالك عاد مريض التليف الكيسي. هذا يعني جانب قد يكون جزء منها جانب طبي وجزء منها قد يكون جانب نفسي. يمكن أعلق بس إذا أمكن. يعني مرض التليف الكيسي لا يقل يعني تأثيره عن العديد من الأمراض المزمنة، لا سمح الله، زي مرض السرطان أو السكري النوع الأول أو الأمراض الكلى المزمنة الآخرة. هذا مرض مزمن، الطفل بطبيعته طبعاً صعب يتقبل أنه ليس كأقرانه ليس كزملائه أنه الطفل عنده مرض مزمن لابد أنه يأخذ علاجات بشكل يومي. يعني إحنا عندنا مشكلة أن تعالج طفل بمضاد مدة أسبوع أو 10 أيام، فكيف بمن يعني يأخذ أدوية مش نوع نوعين؟ يعني قد أحيان بعض الأدوية يأخذ يعني 10 ولا 15 نوع علاج، والدواء البخار لوحده يمكن يحتاج 2 ساعة 3 في اليوم إلى آخره. فلا شك يعني عملية ليست سهلة. الطفل إذا كان صغير طبعا عاتق على الأهل أنه يشرف على علاج الطفل، لكن الفترة الحرجة يعني إحنا نعتبرها هي فترة المراهقة وال يعني هذه الفترة اللي الإنسان يعني الطفل لما يعني صعب أنه يتقبل أنه يعني ليس كزملائه، ما يستطيع أنه يشارك بالنشاطات العادية وما يطلع مع أصحابه، أنه يشعر أنه عنده مرض لازم يعني يأثر على كثير من نشاطاته، لازم يأخذ وقت طويل منه، ما يستطيع يتحرك أو يسافر أو شيء إلى آخره، ويمكن يحتاج تلوى مستشفى عدة مرات إلى آخره. فهذه الفترة يمكن أصعب فترة حنا يعني يمكن تمر على الطفل. وللأسف يعني إذا ما كان في متابعة وإشراف، يعني ليس فقط من الطبيب لكن كما ذكر دكتور ناصر علاج هي متابعة من عدة اختصاصات، ولا شك أنه الدور الطبيب النفسي أو الاجتماعي أو لها دور أيضا في العلاج، بحيث أنه يعني يتقبل المرض ويتقبل طبيعة المرض وأن هذا مرض مزمن لابد من التعايش معه، لابد أنه قبل تأثيره على حياته وعلى نشاطه إلى آخره. فهذه فترة حرجة يعني للأسف يعني بعض الدول الأخرى يمكن يعني تصير حتى في يعني بعض المرضى يمكن يحاول انتحار أو إنه يعني يدمن على المخدرات إلى آخره، لكن الاستباق يعني إنه في بلادنا المفروض إنه يكون طبعاً بالدعم الأسري ودعم المؤسسة الطبية ودعم المجتمع لابد أن يكون يعني جيد، بحيث أنه ما نصل لهذه الدرجة، فهي جزء لا جزء من العلاج. لشيء أي أسئلة أخرى؟ أتوقع في سؤال إذا سمحتوا لي، في يمكن في أم لطفلين لطفلتين يحملوا نفس المرض، فكانت تسأل عن الحمل المستقبلي. يمكن الحمل المستقبلي الطبيب المراجع التي تتابعين معه، خاصة إذا عمل فحص جيني للمرض ووجد الطفرة الجينية، يمكن الأغلب الدكاترة نناقش مع المريض احتمالية الحمل المستقبلي إذا وجد الطفرة الجينية. يوجد طبعاً طرق عدة ومن ضمنها الحقن المجهري الجيني بدراسة الجنين، واللي هي أطفال الأنابيب الحقن المجهري الجيني، وتوجد طرق عدة. بما أنه وجد طفلتين مصابتان، فأفضل أنه يتم تحويلك لأطباء النساء والولادة لمناقشة الطفل الآخر والحمل المستقبلي عن طريق الحقن المجهري، أو الأساليب الأخرى، توجد أساليب عدة بالنسبة للحمل المستقبلي.
في سؤال عن موضوع الامساك لدى مرضى التليف الكيسي. هذا جزء من زي ما ذكرنا ان التليف الكيسي يؤثر على مجموعه من الاجهزه الموجوده في الجسم، ومن ضمنها الجهاز الهضمي، وكذلك في الامعاء نفسها قد تتاثر، والامساك قد يكون جزء من مرض التليف الكيسي حينما يكون على علاج. قد يعانون من مرض مشكله الامساك وتحتاج احيانا الى مراجعه الطبيب المختص ومعالجه الامساك كمشكله مستقله. لو سمحت لي دكتور، هنا يزن في هذا السؤال جاني بأكثر من يعني بأكثر من مكان، والأخت تسأل بتقول لماذا لا يفتح عيادة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تحت إشراف الدكتور يزن كمتابعة واختبار تنفسي وتحليل مختبر كل 3 أشهر لمرضى التليف الكيسي بالمنطقة الشرقية؟ والله هذا اللي نتمنى وهذا المفروض يحصل يعني، لا شك يعني، لا لكن يعني للأسف يعني ما في عندنا الكادر الكافي ولا عندنا يعني الإمكانيات حتى الآن لتخصيص عيادة فقط لمرضى التليف الكيسي. هذا الواجب، وهذا كما ذكر الدكتور ناصر لابد من وجود عيادة متخصصة لهذا فقط لمرضى التليف الكيسي، وحتى المرضى التليف الكيسي لابد يعني انه يتم يعني يعزل المرضى عن بعض، بحيث انه اذا كان بعضهم يحمل بعض الجراثيم اللي مقاومه للمضادات انه ما تنتقل بينهم لا شك. فهذا الواجب، وهذا المفروض العيادات هذه انه تكون يعني تجمع عده اختصاصات بحيث يوفر على المريض بدل ما يراجع يعني عده زيارات، لانه هذا يحتاج عده متابعات لا شك. فعادة يكون في عدة أطباء في نفس الوقت يشوفوا المريض في نفس الزيارة، الجهاز الهضمي والتنفسي والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرهم الغدد إلى آخره، وأحيانا أنفذ الحنجرة. لكن كما ذكرت ما عندنا في نقص في الكوادر لا شك يعني. أنا حاليا انا الوحيد الموجود في اغطي يعني بغطي ايضا اختصاص الحس المناعه والحساسيه ايضا يعني والامراض الصدريه للاطفال الاخرى يعني. لكن ان شاء الله هذا المأمول ان شاء الله تعالى اذا توفر الكادر الكافي ان شاء الله تعالى والتعاون الاختصاصات الاخرى ان شاء الله تعالى يتم فتح العياده المتخصصه ان شاء الله تعالى. لكن هذا المفروض وهذا الاصل انه يكون متوفر لا شك. في سؤال اخت شريفه عن موضوع الادويه الجديده القادمه الان على الساحه. طبعا ذكرنا احنا ان البروتين هناك خلل في البروتين في وظيفه احد البروتينات بسبب وجود الخلل الجيني، وهناك بعض الادويه لسبب ما تقوم بتعديل جزء كبير من وظيفه هذا البروتين. مشكلة هذه الأدوية أنها تعتمد على نوعية الطفرة الجينية، يعني ما تصلح لكل المرضى. الدراسات التي قاموا بها على طفرات جينية محددة، ففي حال وجود هذه الطفرات المحددة يستفيد المريض بشكل كبير من هذه الأدوية حقيقة. وطبعا هي لا زالت في البداية، وما أعتقد أن هناك مرضى في السعودية يعني حسب علمي يعني تلقوا هذه الأدوية. طبعا تكلفتها عالية جدا بالملايين، نتكلم عن ملايين سنويا، ولكن نقول إن شاء الله أنه في المستقبل القريب، نقول إن شاء الله يا رب أنها تتوفر بإذن الله، نقول إن شاء الله. طيب دكتور ماجد ناصر،
يقول لك هنا ما هو الوضع الصحي إذا وصلت حالة إذا وصلت الرئتين إلى 50% ككفاءة، كفاءة الرئتين 50%، فهل يعتبر هذا الوضع الصحي لها سيء أو لا؟ طبعاً هذا السؤال موجه لي يا أخت شريفة. أي دكتور. أي نعم. طيب، هو في البداية يعني يعتمد على هل هو يعني عن ما سبق هذه القراءة كيف كانت، يعني ممكن تكون في الستينات أو السبعينات وهذا أمر طارئ وترجع مرة ثانية، يعني قد يكون هذا فقط فترة نشاط المرض، فما نحكم عليها كقراءة منفردة، لابد أن تكون متابعة على فترة طويلة حتى نتأكد أن هذا هو عبارة عن تدهور في وظائف الرئتين، تدهور حقيقي ومستمر في وظائف الرئتين. هي طبعا تدهور الصح وضع الجهاز التنفسي ما يعتمد فقط على قراءة الفحص التنفس، لا، يعتمد ايضا على الفحص الكلينيكي ويعني التاريخ المرضي للمريض، يعني في تفاصيل اخرى غير موضوع الفحص الجهاز التنفسي. يعني يمكن بس مداخلة بالنسبة لمتابعة وظائف الرئة، طبعا كما ذكرت أنه التدهور في وظائف الرئة والأعضاء الأخرى تدهور تدريجي، يعني عادة يأخذ سنوات قبل ما يصل لا سمح الله لدرجة الفشل. قد يحدث تدهور حاد إذا صار التهاب في الرئتين لا شك، يعني وهذا يعني يصير هبوط في وظائف الرئة حاد وتنزل وظائف الرئة ولكن ترجع مع العلاج بالمضادات الوردية إلى آخره، لكن تدهور الثابت هذا اللي التدريجي هذا طبعا يأخذ سنوات. إحنا دورنا طبعا أن نخفف من هذا التدهور سواء بعلاج الجراثيم، بالأدوية المضادة للالتهابات، بالتوسيع القصبات، تخلص من البلغم، تحسين التغذية إلى آخره، كل الأمور اللي ذكرتها دكتور ناصر. لكن إذا طبعا الإنسان يعني كما تعرفون أنه ربنا أعطى احتياطي بوظائف الرئة، يعني الإنسان قد يعني ممكن يعيش ب30 أو 35% من وظائف الرئة وهو يعني غير المجهود، لكن إذا صار يعني وصل إلى 50% من وظائف الرئة ممكن أي مجهود أو أي التهاب أو شيء تظهر عنده أعراض الفشل أو القصر الرئوي. إذا اقتربت الوظائف الرئة من 30% أو 25%، طبعا هذه تكون حالة متقدمة، وقتها المريض مفروض أنه يعني يقيم هل ينفعه يقيم لزراعة الرئة إذا توفر، لأنه إذا وصل ل 25-30% وقتها يوصل لدرجة أنه يحتاج أكسجين حتى بدون مجهود، حتى هو جالس إلى آخره، وبدأت الأعراض الفشل أصبحت قريبة من الفشل اللي يحتاج مساعدات للتنفس سواء أكسجين أو الباي باب أو تنفس صناعي لا سمح الله. فوقتها إحنا استباقا لما يتصل ل 30% يرسل المريض ليقيم إذا كان في إمكانية لزراعة الرئة، وإن كان هناك بعض الحالات تمت زراعة الرئة لها في السعودية عادة ترسل الحالات إلى تخصص الرياض حيث في برنامج للزراعة موجود، وإن كان زراعة الرئة ما هي سهلة، يعني تحتاج وقت وتحتاج تقييم وفي ندرة في الأعضاء لا شك موجودة، لكن على الأقل يرسل المريض مبكرا قدر المستطاع بحيث أنه يكون على الويتنج ليست أو قائمة الانتظار إذا احتاج أو شيء، وهذا تكون كعلاج أخير قبل يعني إذا صار فشل كامل في الرئة لا سمح الله. لو تسمحين لي دكتورة، عندي سؤال يقول ما هو الوقت المناسب لاستخدام الأبخرة أو بقية الأبخرة، هل في هناك وقت معين لها لازم أنها هي تأخذ فيه أو لا؟ طبعا هي يعني هل هي قصدها الوقت كعمرا أو كوقت كتقييما في اليوم؟ لا كوقت، لا مثلا معناش صوتك بعيد لو تكرر الآن. إيه وكويس إيه الحين أوكي أفضل. طيب. لا تقصد الوقت في ليل نهار كذا، مش طيب. مش على
العمر. أيوة طبعا هو تختلف الأبخرة، يوجد عندنا الموسع الشعبي، يوجد عندنا المذيب للبلغم، يوجد عندنا الأبخرة اللي هي العلاجية اللي هي المضادات في حالة السودوموناس. غالبا طبعا هي تأخذ مرتين في اليوم، تختلف على حسب الأعمار. غالبا احنا ننصح الأهل تكون مرافقة للعلاج الطبيعي أيضا للصدر. غالبا نعطيها موسع الشعب وطارد للبلغم، يعمل العلاج الطبيعي ومن ثم المضاد. ممكن أغلب مرضى يعرفوا دائما أنصحهم بعد الاستيقاظ الطفل من النوم يعمل له العلاج الطبيعي والأبخرة، وفي الليل قبل ما ينام عشان يحسن حتى وضع النوم له، لأنه كما نعرف أنه هم عندهم الإفرازات تكون تخينة والإفرازات غليظة فتسبب انسداد، فأول ما يصحى من النوم يكون وقت مناسب وقبل النوم. الأوقات الأخرى على حسب، إذا كان المريض عنده أعراض أخرى أو كانت وقتها في التهاب ننصح في أكثر من مرة، مرتين في اليوم إلى ثلاث مرات. لكن إذا في الوضع العادي الطفل أموره تمام في الصباح وقبل النوم يكون أفضل وقت للأبخرة والعلاج الطبيعي. الله يعطيك العافية. ودي بس هنا يعني أحط بس شوية إضافة من يعني من سابق خبرتي أنا في هذا الشغلة. كنت أختار، أنا اكتشفت إنه أولادي لما يضحكون يطلعون البلغم أكثر بكثير مما إنه أنا أسوي لهم العلاج الطبيعي. طبعاً الطفل باستمرارية العلاج الطبيعي والأبخرة وهذه تجي له فترة إلى إنه هو يتملل ويزهق من كل شيء، فالتغيير في نوع التخبيط، الأجهزة المستخدمة، الوقت حقها، طيب ما لم يكن مضاد. أنا اكتشفت إنه أولادي لما يأخذون مثلاً البنتولين تصير حركتهم كثيرة ويصيرون هايبر أكثر، فكنت أتجنب أني أنا مثلاً أعطيهم إذا ما هو علاج مثلاً أنه يكون مضاد حيوي، فأنا كنت أتجنب أني أعطيهم مثلاً إياه في الليل لأنهم تخليهم تصير حركتهم أسرع ويصيرون أنشط أكثر، فأنا كنت أعطيهم إياه مثلاً في نص النهار إذا ما هو زي ما قلنا زي ما هو يكون تحت ساعات معينة. إذا كان العلاج الطبيعي أنا أحتاج أنه يكح، في بعض الأطفال ما يكحون أبداً، كذا يركب راسه انه هو ما يبغى يكح لان الكح يجي الكحه تجيب له الصداع، فانا اختار اني اجيب له برنامج، اجيب له فيلم كرتوني يشوفه يضحك، حتى لو كان ذا الفيلم الكرتوني يشوفه كل مره وهو يضحك بنفس الانفعاليه وبنفس التكرار كل مره، فانا اختار الوقت المناسب علشان يكح، انا اعمل له العلاج الطبيعي يكون هو مبسوط وانا مبسوطه ولا احسس ان هذا علاج طبيعي، هذا وقت راحة ووقت ترفيه، نتجنب منه كل الأشياء اللي هي ممكن تعكر مزاجه لأن كثرة الكحة تعمل له صداع، وإذا صار عنده الصداع يصير عنده ألم في كل جسمه. بس حبيت أني أنا أضيف هذه المعلومة. إضافة رائعة. أنا دائما الأهل هم أفضل من يعرف للأطفال، وهم طبعا الداعم الأول لهم، فأنا معك في هذا. إذا هو ما هو مضاد ممكن اختيار الوقت المناسب أن الطفل يتقبله، لأنه لو خاصة في الأعمار، يمكن الأعمار الصغيرة ما نلاحظها أكثر، لكن كل ما كبر الطفل يصير رفضه للدواء، رفضه للعلاج أكثر، فاختيار الوقت المناسب حتى يأثر على كفاءة العلاج. فأنا معك بهذه النقطة، اختيار الوقت المناسب، الطريقة المناسبة، يمكن نلاحظ أحياناً نوع رياضة معينة تساعده في إخراج البلغم، تغيير أساليب العلاج الطبيعي، كلها تساعد الطفل. الأهل هم أكثر ناس يعرفوا متى الطفل يناسب هذا العلاج الطبيعي، وزي ما تفضلتي كل ما كبر العمر تقريباً يصير الرفض، صعوبة في إعطاء العلاج يكون أكثر من أول. يمكن في سؤال تكرر لو إذا سمحتوا، في سؤال عن السودوموناس إذا يعني إذا كانت ممكن إنه يعني تزول مع العلاج أو لا، أو إذا تكررت. السودوموناس من الجراثيم السيئة وهذا تحب هذا المرض للأسف يعني، وهي من الأسباب الرئيسية لتلف الرئة عند هؤلاء المرضى. في البداية
يعني اول يمكن سنتين ثلاثه من عمر في بكتيريا ثانيه قد تكون هي الاكثر شيوعا زي الستافلوكوكس اوريوس او الهيموفيلس انفلونزا. لكن اذا جاءت السودوموناس يعني ممكن في البدايه مع العلاج سواء كان بالمضادات بالبخار والفم ان يتم التخلص منها تماما. لكن اذا تكرر الالتهاب مع السودوموناس يعني واصبحت يعني هي نعتبرها بكتيريا ذكيه بحيث انها تصير تقاوم الادويه وتقاوم حتى مناعه الجسم وتسوي طبقه تحمي نفسها من كل هذه الامور فنحن نسميها الميوكويد سودوموناس تصبح مزمنه خلاص يعني ولا يمكن التخلص منها ويصير دورنا في العلاج وتقليل نشاطها بقدر المستطاع. لكن يعني بعد فتره من الالتهاب للسودوموناس يعني قد لا تكون يعني يمكن التخلص منها. فاحنا عشان كده المريض لما يتابع العياده نسوي دائما مسحات بلغميه بانتظام وعند اول ظهور هذه الجرثومه نحاول نتخلص منها بشكل فعال حتى نمنع انه تصير مزمنه في القصبات الهوائيه. في كان سؤال معلش اذا سمحتوا عن الام البطن وتكرار الام البطن وهذه طبعا عده اسباب لها بالنسبه لمرضى التليف الكيسي. جزء منها قد يكون من الامساك المزمن عند هؤلاء الاطفال. قد يكون احيانا بعض المرضى عندهم انسداد ما يشبه الانسداد المعوي خصوصا في الامعاء الدقيقه نهايه الامعاء الدقيقه وحتى ان بعضهم يمكن يراجع بعض المستشفيات وقد يشك انه عنده زائده وبعضهم حتى يسوي العمليه ويلاقوا زائده طبيعيه الى اخره. قد يكون سببها انه زياده الغازات وزياده الاكل اللي يوصل لنهايه الامعاء بسبب عدم كفايه الانزيمات بحيث انه الاكل ما يهضم ويعني يصير صعوبه في قبضات الامعاء للتخلص من الاغذيه الغير مهضومه. قد يكون بعضها لسبب القنوات الصفراوية المرارة ولا القنوات الصفراوية بسبب تأثير المرض على الكبد والقنوات الصفراوية. فهناك عدة أسباب لألام البطن وهي شائعة للأسف يعني عند هؤلاء المرضى. المفروض إنه الأدوية اللي أخذها المريض الفيتامينات والأنزيمات الهضم وأدوية الإمساك والمتابعة مع طبيب الجهاز الهضمي انه يعني احاول انه اتحكم بهذه الاعراض قدر المستطاع. طيب الاخ شريف اذا سمحت لي في مجموعه من الاسئله انا قمت مراجعه الاسئله بعضها الحقيقه مهم يعني مثلا واحد من الاخوان يسال عن موضوع المذيبات عن طريق الفم مثل موكسلبان او غيرها هذه ما لا تستخدمها يعني ما تستخدم في مرض التليف الكيسي يعني المذيبات اللي نقصد هي المذيبات عن طريق البخار فما نستخدم المذيبات اللي عن طريق الفم. الموضوع الثاني عن موضوع الامار السي اللي هي البكتيريا العنقودية كيف يتم علاجها؟ يتم علاجها عن طريق المضادات الحيوية وطبعا لما نعمل زراعة للبكتيريا تظهر معنا مدى استجابتها للمضادات المختلفة فبالإمكان طبيب المعالج يختار المضاد الحيوي. المضاد الحيوي التقليدي اللي نستخدمه عن طريق الوريد اسمه فانكومايسن لعلاج المارسي. طبعا في سؤال ثاني عن موضوع مراجعة يعني زوجين يريدون تحليل مرض التليف الكيسي إذا فهمت السؤال إذا كان فهمي السؤال صحيح. طبعاً هو التخصص اللي ممكن يراجعون عنده اللي هو تخصص الأمراض الوراثية والجينات. وكان في سؤال على موضوع مرض الدرن والتليف الكيسي. طبعاً فيه طبعاً هو مرض الدرن التقليدي اللي نعرفه هو ينضم لمجموعة من البكتيريا اسمها مايكوبكتيريا. المايكوبكتيريا ممكن تكون مرض الدرن التقليدي اللي نعرفه ممكن تكون التهابات ثانية. المرض التليف الكيسي يكون عندهم المايكوبكتيريا اللي تنضوي تحتها الدرن لكن ما هو الدرن التقليدي اللي نعرفه. فأحيانا بعض المرضى قد يعانون من أنواع البكتيريا اسمها مايكوبكتيريا
أتمنى أن الجواب كان واضح. يعني ما هو الدرن التقليدي؟ لكن بكتيريا من نفس عائلة الدرن تكون موجودة في الرئتين أحيانا، لكن نادرا، قليلا تكون موجودة. بس يوجد سؤال كمان، يمكن هل هناك تطعيمات موسمية أو غير موسمية للمرضى غير تطعيمات الإنفلونزا؟ طبعا مرضى التليف الكيسي الرئوي البنكرياسي كأي طفل سليم، التطعيمات الأساسية ضروري يأخذها كاملة بالإضافة إلى تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، ويوجد تطعيمات أخرى أو لقاح آخر في السنتين الأولى من العمر، طبعاً على حسب تأثير المرض، وهو لقاح الفيروس الشتوي، الفيروس المخلوي، غالباً الأطباء ينصحون فيه في فترة الشتاء للأطفال المعينين، من ضمنهم طبعاً أطفال كثر مثل الخدج وغيرهم، ومنهم أيضاً مرض التليف الكيسي البنكرياسي. يمكن هذا الأشياء الإضافية، يمكن لو أي دكتور حاب يضيف عليها. يمكن في سؤال آخر لو إذا أمكن، في سؤال هل يمكن إنه أن يتم الشفاء التام من هذا المرض؟ هذا مرض مزمن ومرض جيني وخلل موجود في الجينات، إلى أن يتم علاج للجين نفسه، وهذا لسه حتى الآن في طور الأبحاث، كان موجود في السابق وفشل، حاولوا، كانت في محاولات إنه إعطاء الجين الصحيح عن طريق فيروسات، يعني تعطى عن طريق الجهاز التنفسي بحيث أنه تعالج الخلل الجيني، لكن هذه توقفت فترة، وهناك في بعض الدول تقوم بعض الأبحاث لهذا العلاج الجيني. العلاج الجيني يختلف عن الأدوية الحالية اللي ذكرها الدكتور ناصر، اللي تعالج التغيرات في البروتين، ولكن هذه مؤقتة، يعني مدام يأخذ العلاج يتحسن المريض، لكن لا تقضي على المرض، لا تقضي على المرض. لكن حتى الآن هذا مرض مزمن ولا يمكن أن يتخلص من هذا المرض. إذا تشخص هذا المرض وكان التشخيص أكيد، خلص هذا التشخيص، يعني مرض مزمن ولا يمكن الشفاء منه. طبعا يعالج يعني نرجع نتحكم بالأعراض وتخفف من التلف الأنسجة الأخيري، لكن لا يمكن أن نقول لمريض أنه خلاص راح منك المرض 100%. في سؤال عن موضوع الإسهال وعلاقته في المرض التليف الكيسي. طبعا الإسهال هو علامة على ضعف الامتصاص إجمالا في حالة مرض التليف الكيسي، وأحيانا قد تكون دليل على وجود التهاب، لكن في الغالب هي مشكلة في الامتصاص، فيحتاج مراجعة نوعية الغذاء وكذلك كمية الانزيمات البنكرياس، هل هي ملائمة للوزن والعمر، وكذلك موضوع هل يوجد مشاكل أخرى، مثلا حساسية القمح. نسبة من مرضى التليف الكيسي قد يكون لهم حساسية، يصابون بحساسية القمح تكون مصاحبة للتليف الكيسي، فهذه النقطة يعني غالبا الطبيب المعالج يضعها في الحسبان، إنه إذا قام بتعديل الإنزيمات إلى الجرعة الكافية والمناسبة ومع ذلك استمر الإسهال وضعف الوزن، فيتم التأكد من موضوع حساسية القمح من وجودها من عدمها. في سؤال آخر، إذا أمكن معرفة الجين الطفل المصاب، يمكن ذكرت الدكتورة هنا أنه يتم التشخيص عن طريق فحص العرق، وأيضا هناك فحص الجينات، وطبعا هو جين واحد اللي سبب المرض موجود على الكروموسوم السابع، لكن هناك تقريبا يعني ما يقارب 2000 طفرة ممكن تأثر على هذا الجين، وليست كلها ممكن تسبب الأعراض، أو لا تكون كلها أعراض شديدة، يعني تتفاوت حسب الطفرة الموجودة، وبعضها يمكن ما تأثر على الجين، بعضها يكون تأثير كامل. الفحوصات الجينية يعني تختلف، ممكن أنا يعني أنه إذا نقول أنه في مثلا أخ أو أخت مصابة وعارفين الطفرة الجينية، يمكن أن تسوي بس الطفرة هذه مدامة في
بيئها وقت يعني تم تشخيصهم في السابق. إذا ما كان هذا الشيء موجود ممكن نسوي إحنا مجموعة الجينات الكثر في الميدل إيست والمملكة هنا. هناك في فحص يجرى في المملكة سمي الميدل إيست بانل يمكن يغطي تقريبا يمكن 65-70% من الحالات، لكن إذا كانت يعني الأفضل إنه تسوي لكل الدراسة لكل الجين السي اف تي ار المسؤول عن هذا المرض. هذا الفحص ممكن يعمل في المملكة أو يرسل للخارج، وهذا يغطي أكثر الطفرات المعروفة حتى الآن في هذا المرض. إحنا في المملكة في عندنا كثير طفرات، يعني إحنا زي الغرب يعني عندهم 70% من الحالات يمكن أو أكثر مسؤول عنه الدلتا F508، لكن عندنا حسب المناطق المملكة في طفرات أكثر وجود في الشرقية أو الوسطى أو الغربية إلى آخره. لكن في هذا الفحص الجيني كما ذكرت إذا سويت الطفرات الجينية اللي في الميدل إيست الشرق الأوسط أو درست الجين كامل، إذا عرفت هذا الجين طبعا هذا يساعدك في العلاج لا شك، يعني سواء كان في بعض الأدوية الجديدة الخاصة الآن أو في الحمل إذا صار في تلقيح صناعي في المستقبل لتجنب أن يكون طفل مصاب إلى آخره، فلا شك تساعد في التشخيص والعلاج. سمعت فيه سؤالين، الأول على موضوع هل تم نشوف أي مريض؟ طبعاً هو مرض وراثي، مشكلته موجودة في الجينات، فهي في تكوين الإنسان نفسه، فهو مرض يمكن التعايش معه ولكن لا يوجد علاج شافي له. طيب هذه النقطة الأولى. السؤال الثاني عفوا هو الموضوع، هل الإصابة بمرض السكري حتمي؟ لا ما هو حتمي ولا هو شرط. نسبة الكبار تقريبا المصابين فيه من مرض التليف الكيسي تقريبا في حدود 40-50% منهم في مرحلة البلوغ، يعني لما يكونوا كبار، يعني ما هم في الأطفال، لكن ممكن يصيب الأطفال أيضا. في سؤال يمكن يتكرر عن إذا في إحصائيات في المملكة، وللأسف يعني كل المنطقة العربية ما عندنا دراسات يعني جيدة وإحصائيات دقيقة، ويمكن تلاقي بعض التقديرات من قد تجرى في مركز أو عدة مراكز، لكن هناك تقديرات حتى الآن. كان في تقديرات سابقة في المملكة يمكن يكون واحد على كل 4400 طفل قد يكون أنه يصاب في هذا المرض، وفي التقديرات في المنطقة تتراوح من 1-300 إلى 1-800 أو 1-1000، لكن هذه ما تغطي جميع السكان في المنطقة العربية للأسف يعني. ولابد يعني أعتقد أن احنا بحاجة لهذه الدراسات لمعرفة الدقة كما نشار هذا المرض، لأن هذا يساعدنا لتوجيه العناية الصحية. إذا عرفنا مدى انتشار هذا المرض يساعدنا في توجيه العلاج لهؤلاء المرضى، في شمول فحص الولادة بحيث أنه يدخل في الفحص الروتيني للمواليد. أتوقع أنه هذا كما هو معمول في دول أخرى زي أمريكا وأوروبا لا شك أنه هذا يساعد. فحتى الآن ما عندنا إحصائيات دقيقة بشكل جيد. واحدة من المشاكل أنه عندنا طفرات كثيرة، ما هي طفرة واحدة الموجودة، يمكن في مناطق المملكة يمكن كل منطقة يمكن فيها طفرات أكثر شيوعا من المناطق الأخرى، لكن أعتقد هذه في المستقبل إحنا بحاجة إلى دراسات أدق. أخت شريفة هل في أسئلة متبقية؟
خلاص كل الأسئلة تقريبا طرحت وكلها. الحقيقة أن شاكرين وممتنين لتاحة الفرصة للتواصل مع أخواننا وأخواتنا الذين لديهم يعني أطفال مصابين بمرض التليف الكيسي، ونعدكم بإذن الله أن تكون هناك أنشطة مماثلة في المستقبل بإدارة الجمعية وغيرها من الجهات بإذن الله. ثقوا تمام الثقة أن بالإمكان التواصل مع الجميع في الجمعية من خلال حساباتهم في تويتر أو من خلال أرقامهم إذا كانت متوفرة لديكم، ونحن سعداء جدا بالتواصل مع الجميع. وأنا أتكلم الحقيقة أن هذا ما يدور لدى الجميع بأنهم سعداء بمساعدتكم، ونحن موجودين لمساعدتكم. وحبيت أشكر الجمعية، وأحب أشكر الزملاء، وأشكر المرضى اللي يعني في العشر الأواخر وفي هذا الوقت المتأخر يعني تشاركونا. إحنا للأسف في كثير من الأسئلة يمكن ما نستطيع نجيب جميع الأسئلة، لكن إن شاء الله هذا النشاط حيتكرر إن شاء الله تعالى بعد رمضان عدة مرات بإذن الله تعالى. وفي يعني التواصل مع الجمعية مع الأطباء التابعين للجمعية، وأيضا الأخت شريفة نشيطة في مجال التواصل مع الأهالي ودعم المرضى إلى آخره. فإحنا مستعدين يعني جميعا أنه يعني التواصل أو الإجابة على الاستفسارات أو إعادة النشاطات هذه التوعوية التثقيفية في عدة مرات قادمة إن شاء الله تعالى. فنشكر الجميع إن شاء الله تعالى، ونلقاكم قريبا بإذن الله تعالى، ورمضان كريم وعشر أواخر مباركة بإذن الله.